بربي الفيديو هذه فيها كلام زايد، دونك اللي ما يحبوش كلام زايد تقعدوش تلوموا عليا، انزل على فلسة ولا بلوكيني ولا تعد ما تفرش. مشيت للقنصليه باش ناخذ مضمون حاجتي بيه باش نقد اوراق، عندي اوراق وعندي خدمه طالبين عليا مضمون اورجون، مضمون تونسي مترجم بالفرنسي. مشيت للقنصليه فما ناس مساكن يستناو من 6 نتاع الصباح لما الساعه نتاع العشيه ومازالوا يستناو. وصلت انا للقيشي قلت له اختي اعطيني مضمون حاجتي بيه، عندي طالبين وعليا هنا في باريس في اوراق. قالت لي ما نعطيوش مضامين، نحن لازم تكون مولود في فرنسا مولود في باريس، يلزمني انا نكون مولود في باريس ناخذ مضمون تونسي حاجتي بيه. كان جيت مولود في باريس ومولود في فرنسا ما وراني فرنساوي، اش نايك بيه المضمون التونسي؟ وقتها انا مع احترامي لتونس وحبي لتونس وللعلم وللشهداء وللضريح ولزيت زيتونه والهندي تالا، اش نايك بيه انا؟ ما هو انت عندك اورديناتور قدامك، انزل على زكم فلسه واعطيني مضمون.